الصناديق الخاصة ملف كلنا. الصناديق الخاصة ملف مسكوت عنه في الحكومات كلها. ممكن احنا تصورنا ان يتم الكشف عن هذه الصناديق وعوائدها وادماجها في موازنه العامه للدوله، يمكن ده جزء مطلوب من رئيس الوزراء ان هو يطلع يتكلم عنه بشكل واضح. لكن انا يعنيني الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه هشام جنينه تحديدا اللي بيواجه دلوقتي قضيه تعزله من منصبه واتهامه بتسريب بيانات من الجهاز المركزي للمحاسبات بوسائل الاعلام والتي اذيعت على قناه الجزيره، وقد تخص كمان وزارة الداخلية تحديدا كجهة سيادية وإحدى الوزارات السيادية. أنا الحقيقة بصراحة مش عارف الراجل لغاية اللحظة قاعد إزاي. مهم جدا من واجهة الفساد نعرف هشام جنينة وصل لهذا المنصب إزاي ومستمر إزاي بعد هذه السقطات التي تصل إلى حد الخيانة. يعني إزاي أن أنا أسرب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتعرض على شاشة قناة الجزيرة بهذا الشكل؟ طبعا يعني فكره الاتهامات هذه يعني ده مثبت وده مثبت وهناك بلاغات للنائب العام في هذا الامر ودعاوى قضائيه مرفوعه في هذا الامر، لكن انا برصد هذا الامر بشكل